بعد الخطوات التصعيديه ان شاء الله بكره في عندنا راح يكون اغلاق في المحلات التجاريه بالشارع كلها من الساعه 9 يعني لحتى شهر اخر، لانه بسبب الوضع يعني اهمال البلديه عندنا، ولا حدا سائل فينا بالنسبه لنا كتجار، يعني احنا متضررين اكثر ناس، وفوق كل هذا لا في مي ولا في كهرباء عندنا، يعني صار لها الكهرباء مشكلتها اسبوع عندنا مش عارفين يحلوها. يعني المشكلة هذه، يعني أنا عندي مطور بس في محلات ما عندها مطور، ويعني في ناس عندهم محلات متضمرة من الحام، وفي ناس ما بتعرف تشتغل لأنه برضو عندهم الكهرباء إشي أساسي. وتطلع بالنسبة للشارع عندنا بالصلاة على النبي صلوا شهرين على هذا الحال. إحنا طبعا بكرة إن شاء الله مش فاتحين المحلات لأنه تعرف تعبنا من الشغل وزهقنا ما شاء الله، بدنا نسكر المحلات ونوجه للبلدية نشوف شو عندهم يحلوا لنا مشكلة الشارع هذا. هسا لا في كهرباء ولا في مية غير المطورات والإزعاج اللي طبعا إحنا فيه، طلع محلاتنا مزبلة، نتحمل يوم يومين أسبوع شهر شهرين مش شايفين نتيجة. بتطلع على رئيس البلدية بقول لك لا إن شاء الله خلال يومين ثلاثة أسبوع نحل مشكلة، بروح الأسبوعين الثلاثة في شيء بنحل، بالعكس الأمور تتعقد بزيادة قاعدين. هينا صرنا ثلاثة أيام بدون كهرباء، أنا كافي شوب لا بساوي كوكتيل ولا جزر ولا مي ولا شيء في عند الزبائن، كلهم بيهجوا فنجان قهوة صوت المطور بهربوا، بضلوا طالع الغبرة بقول هي شو بدي بركة طلعوا عينها، والله بيشتري بكسارة ما هو زينا هيك. مقاول بيحكي شكل، البلديه بتحكي شكل، الغرفه التجاريه بتحكي شكل، مع انه ما لهاش خاصه الغرفه التجاريه، بس يعني بيضحكوا علينا بكلمتين ثلاث، يلا روح ساوي هيك، شنو نساوي؟ مش عارفين، لمين نتوجه؟ مش عارفين، للحكم المحلي فيش حدا سائل فينا، انا اولادي الخمسه معطلين المدرسه والجامعات، ما ايش مصروف اعطيهم، منين اجيب لهم؟ بدهم كل يوم 100 شيكل اولادي، منين اجيب لهم؟ يجوا ياخذوا المفاتيح ويستلموا محلاتنا، رئيس البلديه والمقاول ويعطونا كل يوم مصروف زي اولاد صغار، ما هم بيضحكوا علينا زي اولاد صغار. خلال يومين رئيس البلدية كم يوم بقولنا خلال اسبوع ان شاء الله بكون خلص الموضوع. وينه بنية تحتية؟ الشارع هذا فيه رصيف من 100 سنة وبيعرف انه فيه نفق من 100 سنة، شو حله مشكلته؟ المقاول الصبح بقولنا لا رئيس البلدية لسه مش متخذ قرار، انا بكره مخلص شغل ومروح الداري، قلت له يعطيك العافية مع السلامة يابا. بدنا ناس توقف معنا، يعني احنا مش شحادين لا، بس اعطيني الكلام صح، كل اللي بدي شهر بسكر شهر، اما مش شهر ويقعد ست اشهر وسبعة اشهر ثمان اشهر وبالاخير بكل هي ما انت كسبان، ما هو شارع تجميلي هذا، وين الشارع التجميلي؟ شارع دمار صار عندنا هذا، احنا بنموت كل يوم 100 مره قاعدين وما حد سائل فينا. يعني والله اشي بسم البدن، قلنا يعني شهرين شايف مثل ما انتك شايف، يعني الصوره بتعبر عن كل اشي، والكهرباء الحمد لله رب العالمين، لا في زباين لا فايته ولا طالعه، السد فوق ما حدا بيقدر يقعد بدون مكيف، يعني هون عدم المؤاخذه هذا فرن انت شايف هاي بيت نار، يعني دمرنا دمار شامل يعني. واحنا بنناشد كل الجهات المختصه انها تيجي وتشوف على ارض الواقع شو اللي قاعد بيصير هون. شارع يعني هذا الشارع الاصل انه باسبوعين خلصوه. هون المقاول رحنا للمقاول قبل شوي حكينا معه، بحكي المقاول انا يا عمي بكره مروح. ليش يا عم مروح؟ لانه بحكي انه مش متفق هو البلديه على الانفاق. طب شو الانفاق؟ احنا شو دخلنا بالانفاق يا عم؟ احنا بدنا نشتغل، احنا جماعه عندنا محلات عندنا مصاريف عندنا عمال بدنا نمشي امورنا، صح ولا لا؟ فاحنا بنناشد الجميع انه يعني يجي ويشوف هون.